مرحب بكم جميعا. رب صالح جدا. النهارده مشاركه خاصه، مش شرط ليه علاقه بالزمن، بس ليه علاقه بنمط الحياه او اللايف ستايل بتاع اولاد الرب، اللي هو مهوش اقتراحات وعظيه. ناس كتير بتتعامل مع المشاركات احنا بنتحرك فيها في هذه الخدمه كانها مشاركات وعظيه، يعني دي وعظه جميله او وعظه مش جميله. للأسف احنا يعني انا مش يعني لو انا بوعظ وانا بضيع وقتي، انا مش بوعظ. ف القصة مش وعظات. لو انا بوعظك ممكن اوعظك وعظة مش بعيشها، ولو انا بوعظك ممكن اوعظك وعظة سمعتها من حتة، لو انا بوعظك ممكن اوعظك وعظة حضرتها قبل كده، لو انا بوعظك وعظة ممكن اكون بوعظك وعظة من كتاب. الديناميكية بتاعت هذا الاجتماع مش بالطريقة دي. الديناميكية بتاعت هذه الخدمة عامة بصورة خاصة مش بالطريقة دي خالص، لانه حتى كتاب مقدس يعني مش بالطريقة دي، لانه ببساطة ربنا بيغيرنا. يعني ربنا بيغيرنا، يعني مش الوعظة بتميل ان احنا نسمعها كأنها افكار جميلة، افكار تأملية، افكار تأمل في كتاب مقدس، افكار لما بوعظ هقول لكم بوعظ، لما بعلم انا بقول ده النهاردة تعليم، لما بكون في نبوة بتكلم ان ده البعد النبوي النهاردة للزمن. فلكن مؤكد 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 اني ما جيتش ولا مرة اقول لكم النهاردة وعظة، لسبب واحد انه فعلا ما جيش احسن لو انا حوعظكم. القصة كلها نحن بنتغير. لو المشاركات بتاعتنا لا تقول إلى تغيير فينا، يبقى احنا بنضيع وقتنا. انت بتضيع وقتك انك قاعد هنا هو، وانا بضيع وقتي ان انا بكلمك. القصة كلها ان في حضور الرب في حاجة بنتغير. احنا مدعوين لتغيرات، والتغير ده نمط حياة. التغير ده مش بيحصل وانت بتسمع كلمة تقول امين. مش بس كده، التغير ده يعني حد مثل ارضي ملوش، يعني مثل سطحي ارضي. لما بتروح لدكتور، الدكتور يقولك لازم تغير نظام اكلك، لازم تبطل تاكل مش عارف ايه او تبطل تاكل ايه، ده بيغير نظام حياتك. لو قررت انك تستمر زي ما انت حالتك بتسوء بحسب الحالة، لو قررت انك تغير نظام حياتك حالتك بتتغير بحسب ما انت عايز. عشان كده انت رحت لهذا الدكتور. دي صورة ارضية خالص بحتة، بس انا بحطها لصورة الرب. لما بتيجي قدام الرب ورب يقولك انت محتاج تغير نظام معين في حياتك، دي مش فكرة جميلة. مش تخرج من عنده شكرا يا دكتور وتقوم مطبق الورقة ورميها وخلاص. ما هو بيستمر التعب، بيستمر نفس النتائج بتحصل في حياتك. لما انت بتلتزم، انا بكمل في المثل برغم انه مثل سطحي، يعني لما انت بتلتزم في بعض احيان بتعليمات طبية، فكان بالحري محتاج تلتزم بتعليمات خالق المسكونة. وانا مش بقولك بكلامي، انا بقولك باللي هو بيشاركك بيه، بكلمة الرب، باللي تسمعه في خلوتك، باللي بيقوله لك بصورة نبوية، بكل حاجة. بس القصة انك محتاج تدرك انك بتغير نمط حياتك بحسب كلمة الرب. مش بتحكم على الكلمة بحسب مقاسك، لكن بتخلي الكلمة فوق افكارك فوق دماغك، لان يعني الكلمة هي اللي بتغير مقاسك. مش انت اللي بتحط الكلمة وبتأيفها عليك، لا، الكلمة هي اللي بتشكل حياتك وشكلك وأيامك. فكلمة الرب مش اقتراحات جميلة، كلمة الرب مش أفكار لو تحب تستعملها بالطريقة دي، بس لو تحب تستعملها بطريقة تانية أوكي كله ماشي. الرب استراتيجي جدا، الرب مش بيضيع وقت، الرب يوم ورا يوم ورا يوم خلق المسكونة، الرب يقول أنا ببني الكنيسة، الرب ياخد شعبه في حتة. ولما بيستعمل الرب لغة، هو اللي بيستعمل اللغة دي مش لغة، هو اللي بيستعمل لغة. يعني النهارده هتكلم على رؤوس الجبال. هل تعبير رؤوس الجبال ده تعبير وعظي؟ لا، ده تعبير كتابي. هل ان احنا في رؤوس الجبال بنقف ده تعبير متروحن؟ لا، ده تعبير كتابي. هل اوكي تسمع عن رؤوس الجبال وتروح تصلي عادي؟ لو انت عايز ممكن تعمل كده، بس لو انت سمعت ان الرب بيتكلم ان فقط في رؤوس الجبال في حاجه بتحصل وكملت تصلي من تحت الجبل، يبقى ما تشتكيش. لانه في رؤوس الجبال المكان اللي عرضه الرب ليك انك تصلي منه، وما هوش اقتراح جميل.
ما هوش اقتراح لو تحب، ما هوش موضوع وعظي ممكن يتوعز، ممكن اوعز لك الوعظه اللي انا اقولها دي، وحوعظك وعظه احسن من اللي انا هقولها لو قررت ان انا اوعظ، لان هرتبها لك واضبها لك وشيكها لك واعملها لك بالمايونيز وتنبسط قوي وتخرج سمعت وعظه حلوه. القصه مش كده، القصه ان في حاجه في استراتيجيه كتابيه، في حاجه متكرره في كتاب مقدس اسمها رؤوس الجبال، يقول لك ان هذا المكان في حاجه محدده بتحصل من العهد الجديد ومن العهد القديم، مش فقط في العهد القديم، وان هذا المكان هو العلاج. اوكي، فالدكتور بينصحك بتغيير نمط الحياه، يا اما بتغير نمط حياتك عشان تعيش في الحته او تعيش بحسب القصد او تعيش في الحته الاعلى من ضعفك، يا اما تخرج من عند الدكتور لو جهاز التعبير وتطبق الورقة وترميها في الأرض وتكمل عادي. يسوع حذرنا من كده لما قال مثل الزقاق العتيق والزقاق الجديد، فقال الخمر الجديد بتنسك في زقاق جديد. في لوقا أم ضايف إضافة، في لوقا 5 في آخر هذا الشاهد أم ضايف إضافة، بيقول لك الذي يزوق الجديد يقول العتيق أطيب، القديم اللي أنا واخد عليه أسلي، أنا استطعمت القديم أحسن فخليني في القديم. وده اللي يسوع كان بيقوله أو بيحذرنا منه، خلي بالك الخمر الجديدة أو النعمة الجديدة أو المسحة الجديدة أو الانتصارات الجديدة لما بتنسكب على حياتك بتنسكب على زقاق جديد، على نمط حياة مختلف. على يعني إيه نمط حياة مختلف؟ يعني بتغير نمط حياتك بحسب الكلمة، الكلمة هي اللي بتشكلك مش أنت اللي بتحطها على قدك، دماغك فوق والكلمة تحت، لا الكلمة فوق أفكارك، الكلمة فوق هي ده اللي بيجدد ذهننا، فمش بتأيفها على مقاسك، هي بتكبرك لمقاسها، مش بتفصل ربنا على حجمك وحجم اختباراتك، لا الرب هو اللي بيفصلك على صورته وعلى مثاله، فبنتنقل ليه فبنتغير. في حاجة من 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 الدفع الإلهي لازم تكون موجودة جواك، انا اريد اكتر. ليه انا بحكي الكلام ده؟ لانه احنا في أزمنة مهمة، الأزمنة المهمة دي مهم جدا انك لا تفقد انك تبقى متعطل، لا تفقد انك واقف في حتة متكعبش فيها لانك مش واقف في مكانك، والعلاج بسيط سمعته كتير انت مني، لكن او سمعته في حتة تانية مش هي القصة، لكن القصة انك بتسمعه كعظة كاقتراح كوعظة تشجيعية مش كنمط حياة، مش كحاجة بغير فيها حياتي كلها. شاهد كلنا بنقراه بقراه دايما، عبرانيين 12 كلكم عارفينه ويمكن حفظتوه من كتر ما بقوله، عبرانيين 12 شاهد مشهور جدا عن الكنيسة، عن دم العهد الجديد. أذكرك عبرانيين في العهد الجديد، قد أتيتم، عدد 22، عبرانيين 12:22، قد أتيتم. طبعا هو قبليها بيقارن ما بين جبل العهد القديم جبل موسى، نقرأ من 18 بعد إذنك، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، إلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، أنهم لم يحتملوا ما أمر به، إن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. للجبل اللي في القديم ده الجبل، خلي بالك هو ربنا يعني كلمة جبل دي هو حطها كده اعتباطي، في حاجة اسمها جبل الرب، تقول دي عبارات روحية، لا دي مش عبارات روحية، ده العهد الجديد، السماء والأرض تزول وكلمة واحدة من كلماته لن تزول. هو في البعد الروحي بس هو جبل، المقارنة بالجبل انك تبقى في الوادي، تبقى تحت الجبل برضو روحيا، ممكن تصلي من فوق الجبل ممكن تصلي من تحت الجبل، لو انت مش مميز الفرق الحقيقي الجسد بتاعك بيخليك تصلي من تحت الجبل. كان الشعب تحت الجبل وموسى فوق الجبل في نفس اللحظة، كان ايه اللي بيحصل فوق كان ايه اللي بيحصل تحت؟ فوق الجبل كان رب يتجلى، موسى كان بيلمع، تحت الجبل الشعب كان بيزني في نفس اللحظة في نفس الوقت. ما هيش فكرة جميلة فكرة الجبل، ما هيش فكرة وعظية فكرة الجبل، ما هيش فكرة طايرة في الهواء برغم انها في عالم الروح لكنها حقيقة، حقيقة
كتابية في العهد الجديد. أقول أصل العهد القديم ده كله أشباء وظلال وصور كده، العهد الجديد واضح. أنا بقرأ لك من العهد الجديد، والعهد الجديد بيقولك في الجبل أتيتم إلى الجبل صهيون. ده مش السياسة، مش أي حاجة، ده المعنى الروحي للحضور الإلهي الحميم. أتيتم إلى الجبل، اسمه جبل الملك الحاضر. لو أنت مش بتميز الفرق فبتصلي من أي حتة، فبتصلي من تحت الجبل لأن أسهل للجسد أنه يصلي من تحت. العتيق أطيب لأن خدت عليه أطيب، التعودات بتاعتي القديمة أطيب. هتغلبوني وتقول لي جبل ومش جبل، أنا بصلي يا أخي. أوكي حبيبي، أنا ما عنديش أي مشكلة صلي، والرب رحيم جدا، بس خلي بالك تحت الجبل مع تحديات الظروف مع تحديات الأحداث بيحصل إيه؟ إنهم بيزنوا، بيعملوا عجل وبيدبحوله. أنا كل النهاردة هتكلم عليه هو رؤوس الجبال. أنا لسه ما دخلتش، أنا بس بديك المقدمة. ليه؟ لأن في حاجة في رؤوس الجبال مختلفة خالص عن تحت، فماش فكرة جميلة، ما هياش فكرة جميلة. ده مكان حياة أو موت. لما أنا شخصيا بصلي من تحت الجبل، في حاجة مقفولة، في حاجة في سقف، في سقف بيحصل. عمرك اختبرت أنك كنت بتصلي في سقف؟ عمرك اختبرت وأنت بتصلي استجابات لها السقف بالعافية؟ عمرك ما جربت وانت بتصلي انه المراحم بس بتنقط نقط، بتندع ندعات مش بتمطر؟ كل ده لانك بالطبيعه بالنمط الحياه العادي بتصلي، مش بادراك انه 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 رب مش عنده اقتراح، عنده امر كتابي. اصعد، هلما نصعد الى ايه؟ الى جبل الرب. ده مكان. مره ثانيه، ده عهد جديد، انا بقرا لك من العهد الجديد عدد 22. قد أتيتم إلى جبل اسمه جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي السماوية. إذن أنت لما بتصلي القصة موجودة فوق جبل، وهذا الجبل فوقه مدينة، وهذه المدينة مدينة سماوية. عايز تصلي من المدينة السماوية اختباراتك مختلفة، عايز تصلي من تحت اختباراتك مختلفة. من فضلك الاستسهال بيخلينا نصلي من اي حد، من اي حاجه، من اي حته، من اي حاجه جوانا. ده الاستسهال، ده النمط القديم اللي انت جيت بتيجي فيه قدام الدكتور السماوي وبتقعد قدامه في المكتب وتلاقيه لابس في ابيض في ابيض ومكتب لك الروشتة يقول لك لازم تغير نمط حياتك. اتفضل خد الورقه دي، ما هياش اقتراح، هي اقتراح ممكن تطبقها وتمشي وتكمل نمط حياتك زي ما هو، لكن ممكن تدرك ان في حاجه مختلفه. اللي معايا الاشعياء 2، انا قلت لك هي مش وعظه، هي نوعظش هنا. اشعياء 2، اشعياء 2 يكون في اخر الايام. اشعياء 2:2 ده مش الشواهد المحبوبه جدا ليا. يكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب. قبل ما أكمل، إخواتنا بتوع التدابير يقولك الآية دي في الملك الألفي. اسمع بقى إيه لاهوت الملكوت عشان تعرف أن القصة دي قصة. يكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، إحنا لسه جايين من عبرين 12، قال قد أتيتم إلى مدينة الله أورشليم السماوية. أوكي؟ قد أتيتم. أشعياء بيتكلم عن إيه؟ عن ده. أشعياء بيتكلم عن ما بعد سكيب الروح القدس. أشعياء بيتكلم عن كنيسة الرب إنها فوق الجبل. يسوع في الموعظة على الجبل قال الموعظة على إيه؟ قال إيه؟ أنتم مدينة موضوعة. هو إيه الموضوع؟ يكونش كل التكرار ده عايز شاور على حاجة ولا هي فكرة جميلة ولا وعظة. وجودك تحت الجبل، التلاميذ تحت الجبل ما عرفوش يطلعوا روح الشرير، كلكم عارفين القصة. في نفس اللحظة اللي فوق الجبل يسوع فيها بيتجلى قدام الثلاث تلاميذ. إذا المشهد ده خليه يعلمك، أوكي في قصة موسى في قصة يسوع، فوق الجبل يسوع بيتجلى وموسى بيلمع، فوق الجبل في قصة يسوع، يسوع بيتجلى والتلاميذ قدام التجلي، تحت الجبل في الحالتين، هنا بيعملوا عجل وهنا مش عارف يخرجوا روح شرير، تحب تقعد فين؟ تفتكروا لما التلاميذ حاولوا يخرجوا الروح الشرير كانوا مصلين؟
كانوا مصليين. اخرجوا شياطين قبل كده؟ خرجوا شياطين قبل كده. دي قصة ما بعد ان الرب بعت التلاميذ الى كل موضع ورجعوا بيقولوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. بعديها وهم تحت الجبل ويسوع فوق الجبل بيتجلى وهو تحت الجبل ما عرفوش يخرجوا الروح. تحت الجبل انت في حتة حتى لو عندك اختبارات ناجحة قبل كده كمل. يكون في آخر الأيام أن جبل الرب يكون ثابتا في رأس الجبال يرتفع فوق التلال تجري إليه كل الأمم. حضور الرب تجري إليه كل الأمم النهاردة. نعم تسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب. قد أتيتم إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون. قد أتيت من جبل صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. هكون بحكي معاك بعد دقائق كم التشريع اللي بيخرج من فوق الجبل. كل صلوات لازم تخرج للأمم. خلي بالك كل مرة يذكر جبل الرب هيذكر أمم في الشواهد اللي أنا هذكرها لك. كل مرة بيذكر جبل الرب تذكر كلمة أمم. ليه؟ لأن القصة وجوده على الجبل هو سلطانه على الأمم. عايز سلطان في ظروفك؟ عايز سلطان في عايز تعيش فوق خط الحية؟ عارفين أن في الجبال الجبال الطبيعية يقول لك في حتة في الجبل كده هو عشان كده معظم سكان الجبال بيسكنوا ما يسكنوش في حتة تحتانية يسكنوا في حتة فوقانية بالذات في الجبال اللي بتقطنها الحياة. يقول لك في حته دي دي ده جغرافيا اللي بقوله مش حاجه روحيه. في حته في خط فوقيه الحياه ما بتطلعش. دي جغرافيا ده مش معنى روحي. في خط في الجبال فوقيه الحياه ما تطلعش. رؤوس الجبال هو المكان فوق حركه الحياه. عشان كده سكان جبال كتير بيسكنوا في القمم يسكنوا في اعلى حتت. ليه؟ علشان الحياه ما بتبقاش موجوده في الحته دي على رؤوس الجبال. عشان كده يقول لك كده يكون ثابتا في راس الجبال وارتفع فوق التلال فيقضي. خليني ارجع معلش العدد ثلاثة اخر جزء لانه من المكان ده من الجبل تخرج الشريعه. طبعا تقصد يقول لي ده انت بتقصد على الشريعه بتاعت العهد القديم. اقول لك لا بس لو خدتها العهد الجديد لانه بيتكلم عن اخر الايام من الجبل تخرج التشريعات اللي ما بترجعش. ابتدي من الاخر. عايز تطلع صلوات فيها تشريع على مستقبلك وهذه التشريعات ما ترجعش. ما ينفعش تخرج هذه الجمل أو هذه الصلوات من تحت الجبل لأن من فوق الجبل من رأس من رؤوس الجبال بتخرج الشريعة. لو أنت تحت الجبل وبتصلي لشغلك هتصلي صلوات معينة. لو أنت طلعت الجبل ده إيمان بالنعمة ده إدراك ده في الابن يسوع. لو أنت طلعت الجبل وقفت على رؤوس الجبال في المكان قد أتيتم إلى جبل صهيون لأنه من صهيون تخرج الشريعة وده ملوش دعوة بالسياسة دي ليه دعوة بالحضور الإلهي. لأن من جبل الرب تخرج الشريعة. لو أنت بدل ما تصلي من تحت لشغلك طلعت لفوق وفهديت الصلاة اللي هتخرج من فوق الجبل غير الجملة نفسها غير الصلاة اللي هتخرج من تحت الجبل. والصلوة اللي هتخرج من فوق الجبل هتبقى تشريع والتشريع بيخرج من فوق الجبال فيقضي. عايز تسمع الكلام ده كتأملات جميلة لذيذة ألف 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 مبروك. لكن عايز يغير نمط حياتك جود هتلاقي ربنا بيشتغل. ليه؟ لأن ربنا مش بيقترح اقتراح جميل. فيقضي بين الأمم ينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سكاكا ورماحهم مناجل. يعني السيف مش محتاجينه خلاص والرمح مش محتاجينه فبدل ما يحاربوا يقعدوا يتحاربوا ويحاربوا يضغطوا ويضغطوا بقوا بيزرعوا. المنجل ده حاجة زراعة. ولا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ايه اللي خلاهم بتوع التدابير يقول لك ده في الملك الالفي؟ اصل الملك الالفي ما فيش حروب. بعد كده يقول لك اصل في مش بتحصل حروب. مش مهم انسى قصه الملك الالفي دي دلوقتي.
مش موضوعنا الآن. مش بلغيها ومش بثبتها، ماليش دعوة، ارجع للاهوت الملكوت. لأن لاهوت الملكوت بيقولك إنك بتختبر الملكوت الآن في ملئه بحسب إدراك يسوع اللي جواك، وبتتقدم إلى ملكوت أعظم في ملء يسوع، لأن من ملئه نحن بنأخذ نعمة إيه؟ فوق نعمة. فرجوع. ففي حاجة بتحصل لما التشريع يخرج من فوق الجبل، بيطلق قضاء، بينصف، بيحول الحروب الكتيرة إلى زراعة، إلى حصاد، وبيحسم حروب. ده المستوى فوق الجبل، وده المستوى اللي رب دعينا ليه في نهاية هذه السنة. دول الثلاث شهور اللي احنا فيهم صباح الخير، دول اكتوبر نوفمبر ديسمبر، هو تواجد شعب وأمة فوق الجبل، بتطلق تشريع من فوق الجبل. ليه؟ لأن الأمم بتنتظر، الأمم بتنتظر تشريعات فتقضي وتحسم حروب وتحسم أمور، ومبقاش الشعب ده مضغوط. حد يحب الآية دي بتاعت أربعة؟ مش شعب مضغوط عمال بيحارب بالسيف وبالرمح، لكن شعب حول سيوفه ورمحه ده إلى مناجع، لأنه بيزرع، لأنه بيحصد، لأنه زمن حصاد. إيه رأيك، تبقى مضغوط ولا تحصد؟ إيه رأيك؟ القصة كلها فوق الجبل، القصة كلها بتحصل في المكان ده، لأنه مكان فوق الحية، في سم شغال وملوش علاج غير أنك تطلع الجبل فوق خط الحية. في حتة الحياة ما بتعرفش تعيش فيها في الروح، عايز نادي على رأس الشوارع، في حتة الحياة ما بتعرفش تعيش فيها في الروح. لو ما فيش حتة في الرب الحياة ما بتعرفش تعيش فيها، ما يبقاش الرب. لا اصل احنا في الارض ولازم الحياه تشتغل في حياتنا. حبيبي انت عايز تكتئب على نفسك، اكتئب على نفسك، لكن في حاجه حقيقه كتابيه، في حقيقه كتابيه، ان لو في الرب، لو الرب مش مقدم لك حته في حضنه، حته في حد بيتحرك جوه او في حد وقع، لو الرب مش مقدم لك مكان فيه وانت ماشي وراه محفوظ فيه انت من الحية، يبقى مش الرب. صباح الخير. اوكي، اقرا لك نبوة تانية، اشعيا برضو، كلكم عارفين اني بحبها، اشعيا 35 عدد 8، تكون هناك سكة. قبل ما اكمل لك السكة دي مين بيمشي فيها، يقول لك مفدي الرب يسلك المفديون فيها. في حد فداه الرب في القاعة دي؟ يرفع ايده. اوكي، يبقى السكة دي بتاعت حضرتك، ماشي. يسلك المفديون، المفديون، في حد فقد فداني كده، يرفع ايده، يبقى المسلك السكة دي بتاعتك. اسمع السكة دي، هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس. يعني انت تعدي لو عليك نجاسة، نجاسة تقوم واقعة وانت تكمل ماشي. لو جاي بتوب اسود تيجي ماشي في السكة دي، التوب ده يتخلع وتلاقي نفسك لبست ثياب بيضاء. يكونش ده اللي حصل في زكريا 3، انزعوا عنه ثياب القذر لبسوه ثياب المجد. تكون ماشي في السكة دي وامور تقع من حياتك. ليه؟ لان ما بتعديش في السكة دي بقع سودة. طب اوكي، انا عندي بقع سودة، يبقى مش السكه دي مش ليا؟ لا، دي للمفديين. لانك مفدي، اول ما تحط نفسك في السكه دي البقع بتروح، انت بتتقدس. كمل معايا. بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. يعني كم الاستنارة وكم النور في الطريق اللي بيسلك فيه المفديين، في حتة بيقدمها لك الرب وانت ماشي وراء باصص ليه، بتحبه، بتتبعه، بتصعد الى جبل الرب. هناك طريق مقدسة، حتى لو انت مش فاهم حاجات النور بيحفظك لو تحب. كمل معي. لا يكون هناك اسد. لا يكون، عارفين الأسد الذي يجول ملتمسا من يبتلعه؟ مش موجود في الحتة دي، ده فوق خط الحية. نفسي في حتة في الروح حضرتك محفوظة ليك دلوقتي، مش لما تروح السماء، هتروح السماء مش محتاجة انت في السماء خلاص.
في حتة في الروح وانت على الأرض فوق خط الحية. فيها السيف بتاعك بتحوله إلى منجل عشان تحصد. فيها مش انت مش مضغوط ومتمرر والحياة شغالة. حياة المحرقة تسمعوا عنها سفر العدد 21 لما حياة المحرقة لأن الشعب متمرر فابتدى يزم يتمرد يشتكي ايه وليه 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 فحياة محرقة سم ماشي. وجاء يسوع كلكم عارفين قصة موسى وجاء يسوع قال كده في إنجيل يوحنا كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. ليه؟ عشان يسحب السم اللي مشي. في حتة في الروح فوق خط الحية وهذه الحتة بتلغي السم اللي ماشي في النفسيات من شكوى. تسمعوا عن حد بيشتكي طول الوقت؟ تسمعوا عن حد شايف حاجة وحشة طول الوقت؟ تسمعوا عن حد طول الوقت عمال شر بره وبعيد ماشي؟ تسمعوا عن حد كده ده جاء الوقت انك تدرك انه ده مش شعب الرب. ده مش شعب الرب. خلي في الشارع يشتكي لكن شعب الرب عنده حاجة تانية عنده ديناميكية تانية. مسحة داود بتلغي سم الحية. عبادة نوح بعد الطوفان يقولك لما قدم ذبيحة نوح تنسم الرب رائحة رضا فقال اللعنة بتترفع من الأرض. ليه؟ لأنه مسحة العبادة ووقوفك قدام العبادة بيحطك في حتة اسمها إيه؟ رؤوس الجبال. ورؤوس الجبال هي فوق خط السم هو فوق خط الحية. أسد لا يوجد هناك. ليه؟ لأنك في الحتة دي السم بيقف. تقول لي تحكي الجبل أنا متسمم أقولك حلو قوي هل هم نصعد إلى جبل الرب مع بعض؟ تقول لي ده تعبيرات روحية بس كلمني عادي يعني نصلي يعني ناس كتيرة بتعمل معايا كده يعني نصلي يا حبيبي أنا ما أقصدش نصلي أنا أقصد نصلي بس فين بس فين هنسطحها اسمها نصلي ونصلي بقى تحت ونتمرر ومرة تنجح ومرة ما تنجحش ونحاول نطلع روح شرير ما يطلعش ونحاول ونعمل لنا بعل شوية ونعمل لنا عجل ذهبي شوية كعبش زي ما انت عايز الكعبش. بس القصة ان فوق الجبل دي حالة روحية قد اتيتم الى جبل اسمه جبل صيون الى مدينة سماوية الى وسيط عهد جديد يسوع المسيح لدم رش يتكلم أفضل من دم هابيل. قد أتيتم إلى هذا المكان ده مكان روحي ده مكان بتهدى لما تخش قدام الرب عشان ما تصليش من تحت. عايز تتكلم عملي تكلم عملي. الدكتور لابس أبيض فأبيض ملك الملوك ورب الأرباب لما بتروح للعيادة بتاعته بيقولك لما تخش قدامي ما تصليش من باستسهال. اهدى قدامي اعرف التواقف فين اطلع بروحك قدامي. أنا فتحت الطريق إنك تجلس معي صعدت بيك أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات فأنا صعدت بيك فاهدى شوية علشان ما تصليش بالعتيق اللي هو أطيب لكن اطلع اطلع بس ادرك انت واقف فين اهدى اهدى ثواني قدامي. ليه؟ لأن الشريعة لما بتخرج من فوق الجبل غير لما تصلي زي ما انت تنحر روحك وانت تحت الجبل. خليني أكمل معاك الآيات اللي بحبها دي بتاعت المفديين عدد 9 لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها لا يوجد. انتوا شايفين؟ شايفين؟ هم مش فرحانين ليه؟ لا يوجد هناك لا يوجد هناك في حاجة في المسيحية اسمها فوق خط الحية. نعم اهي يسلك المفديون فيها. في ناس جميلة تقولي بس ده الحياة شغالة عندنا في البيت كويس قوي. حبيبي انا مش بقول انك بتكذب انا بقول خلي الحياة تكون سبب انك تطلع لفوق. خلي الضغطات اللي في حياتك تكون سبب انك تطلع لفوق. خلينك ماسك السيف طول الوقت وعمال بتصارع يمين وشمال بتصارع يمين وشمال يكون السبب. اوكي انا زهقت من السيف ده انا عمال بحارب طول الوقت وبتحارب طول الوقت وبتضغط وبضغط وبتحارب طول الوقت. اوكي انا احول هذا السيف الى منجل لاني بطلع فوق الحته فوق خط الحياه يحولون سيوفهم الى مناجل.
ده معروض فينا، معروض لينا في المسيحية، في المسيح يسوع. أهو يسلك، احنا لسه في عدد 9، يسلك مين فيها؟ المفديون. يسلك المفديون فيها، فهي هي لينا، هي هي في العهد الجديد، هي بسبب الصليب والقيامة، هي بسبب الفدا بتاع الرب، هناك سكة وطريق يسلك فيها المفديون. في حتة فوق خط الحية مربوطة بالعبادة، مربوطة بالعبادة، مربوطة بقلبك اللي بيقوله بحبك، مربوطة بقلبك المرفوع. دي مش فكرة جميلة، مش اقتراح لو تحبه. وكل مرة تشعر ان في حية شغالة في حتة، اطلع لفوق. مش بقولك مش هتلاقي في الشغل حيات، مش هتلاقي في البيت حيات، بس لما تلاقي الحيات شغالة في اي منطقة في حياتك اطلع لفوق، لان في خط، في خط وانت طالع لفوق الحياة ما بتعرفش تحصلك فيه. في حتة وانت طالع لفوق الحياة بتوقف عندها وانت بتكمل، وحش لا يوجد هناك. بالعكس، فجأة الدنيا تنور فتعرف تعمل ايه، وفجأة فوق الجبل يقولك من هناك تخرج الشريعة، التشريع، فيقضي ويحول الحروب ويغير الدنيا. في حاجة بتتغير، الأتموسفير كله متغير فوق الجبل على رؤوس الجبال. أنا عايز شجع، أنا مجرد النهاردة دي مش وعظة، ده أنا عايز أقولك ده نمط حياة، ده مكانك وده مكانك اللي تقفي فيه، ومعروض ليك، ومن فضلك من فضلك ما تفوتش الأشهر والأيام تعدي بدون ما يبقى ده بتغير نمط حياتك. في ناس هنا بيجي يقولوا لي الجملة العجيبة جدا بتعجبها لما بسمعها، مش معنى كده أنا بقلل منها، عشان ناس يقول لي أصلا أنا كنت رايح الجيم، رايح الجيم، الشباب طبعا جمال لزاز، رايح وأنا بالنسبة لي رايح الجيم ده عنده وقت باين عليه، المهم مش مهم. في ناس في شباب بينظم يومه على الجيم ده، رايح الجيم حلو قوي، بتنظم يومك على الجيم، طب ما تنظم يومك على الجبل. مش بهرج، انا بتكلم بجد، لانك عايز تبقى تريند، عايز تبقى فت، حلو قوي، عايز تبقى رياضي، حلو قوي، خليك رياضي، يطلع الجبل. في حاجه حقيقيه، انا بهرج لانه في شباب كتير يجي يقولوا لي هذا التعبير، وانا بقول يا ريتني عندي الرفاهيه دي. طبعا مش باين عليا ولا جيم ولا جيم. المهم ده موضوع جانبي، نطلع فوق. أرى لكم حبة آيات. طيب إشعياء 42، إشعياء 42 عدد 8، أنا الرب هذا اسمي، مجدي لا أعطي لآخر، ولا تسبيح المنحوتات. الأوليات قد أتت، الحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها. عايز تتحرك في إدراك الأزمنة اللي جاية، ده موجود عند الرب، يقول لك حاجات قبل أن تنبت أعلمكم بها. حلو قوي، غنوا للرب أغنية جديدة، هو مغيرش الموضوع. عايز تستقبل الحاجات قبل ما تحصل، عايز تميز الأوقات والأزمنة، عايز تدرك الزمن اللي جاي، عايز تبقى محفوظ من أي كمائن جاية على بيتك وعلى شغلك، عايز تعرف الحديثات الأوليات قبل أن تنبت يعلمك بيها، غني للرب أغنية جديدة. وقف في حتة من العبادة ما حدتهاش قبل كده، ما تصليش بالنمط القديم، غني للرب أغنية جديدة، يعني خش وقف بزقاق جديد، غني للرب أغنية جديدة، تسبيحة من أقصى الأرض. عدد 11، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم مكان سالع. مش موضوعنا دلوقتي، دي دراسة، لو عايز لو أنا بوعظ بقى هقعد أتأمل لك في دولة، بس مش بوعظ، كمل معايا. من رؤوس، من فين؟ من رؤوس الجبال ليهتفوا. حلو قوي، أذكرك بالآية، لترفع البرية ومدنها، ده إيه؟ دي التسبيحة، دي الأغنية الجديدة اللي من أقصى الأرض، لترفع هذه البرية ومدنها صوتها. ليه؟ من رؤوس الجبال ليهتفوا. يهتفوا إيه من رؤوس الجبال؟ يعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر،
يحصل إيه لما من رؤوس الجبال يعطوا الرب مجدا؟ الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف يزأر ويقوى على أعدائه. لما شعب الرب من رؤوس الجبال بيرنم ترنيمة جديدة، رنمها من تحت زي ما انت عايز، كأنك بتقول أي حاجة، لكن من فوق الجبال من رؤوس الجبال يهتفوا، آخر عدد 11، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ يزأر ويقوى على أعدائه. ده المكان اللي فيه الشريعة بتخرج، التشريع بيخرج. فعلى رؤوس الجبال لو انت هتفت الرب وديته المجد، الرب كالجبار يخرج قدامك. عايز تحسم حروبك؟ تقولي اه يعني امسك السيف، اقولك لا، اطلع فوق الجبل فوق خط الحية واهتف للملك، هو سيخرج كالجبار ويحسم الحروب تحت الجبل. هنا الديناميكية دي مش فكرة وعظية، دي مش من فضلك. خلي الحروب اللي بتحصل، السم اللي ماشي، الحية، كل ما النظر الحية التي رفعها موسى في البرية أبرئ ليه؟ السم اللي ماشي ببساطة، يعني كل واحد رفع عينيه، الحقيقة النحاسية موجودة في وسطيهم، ما رفعتش عينيك بتموت بالسم. لفترات طويلة رفع عينيك يعني آمن بالرب. حبيبي انك ترفع عينك من نفسك، القروحة هي الحياة اكلت هنا، بس بطل تبص في دي، ارفع عينك. رفعت عيني الى الايه؟ نشكر ربنا. دي افكار جميلة؟ لا دي مش افكار جميلة، ده الدكتور لابس ابيض فابيض اللي انت بتخش عيادته ملك الملوك رب الارباب بيوصفها ليك، ومش بيوصفها في العهد القديم بلغه نبويه رمزيه، بيوصفها في العهد الجديد في عبرين 12، قد اتيتم الى مدينه سماويه، دي فوق اتيتم. اوكي، في ايه في مزمور 72 لها معاني كتيره، بس انا بحب معنى منهم، تكوين 72، والمعنى ده موجود فيها. تكوين 72:16، سوري، أنا فاتح المزمور قدامي وكل حاجة وبقول تكوين، ما مزمور 72 وفاتح الصفحة قدامي التكوين اهي. مزمور 72:16 مكتوبة في العربي: تكون حفنة بر في رؤوس الجبال. حرالك على بعض وأقول لك الترجمات المتنوعة والمعناها. كل مرة كان في رؤوس جبال، كل مرة في أمم. عايز تتكلم عن أمم، القصة فيها رؤوس جبال. عايز بلد دي تتبارك، هي في رؤوس الجبال. عايز حياتك اللي فيها صراعات وسم ماشي جوه يتحسم، السم والحية اللي مشغالة تبطل تلتف، هو في خط فوق الحية. هو ده اللي جاي شاركك بيه النهاردة، وأقول لك ده نمط حياة، دي مش وعظ، ده نمط حياة، ولو الحياة شغالة اطلع لفوق. تكون حفنة بر في الأرض. هقرأ لك الآيات وبعد كده نرجع مرة تانية. تكون هي دي الآية اللي عايزها أصلا. تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان ثمرتها، يزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. النتيجة يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، يتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، مبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلي الأرض كلها من مجده. الآيات كلها ابتدت من فين؟ تكون حفنة بر على رؤوس الجبال. لما تقراها في المعاني الأخرى يقولك هنا مش كاتب بر، هو كاتب حفنة قمح، بس ممكن تمشي اسمعها. تكون حفنة قمح في الأرض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان الأرز ثمرتها. يعني برغم أن القمح عمره ما بيطول، وأن الحفنة دي حاجة صغيرة، لكن حفنة البر على رؤوس الجبال، هو رؤوس الجبال ده مكان يطلع قمح؟ فيقول لك دي حفنة قمح بس موجودة في المكان الصح، مش بتطلع قمح، ده بتطلع ثمر عالي جدا مثل لبنان. هتفهم حاجه؟ ده حب
عارفين القمح رمز لإيه؟ رمز ليسوع، رمز ليسوع اللي ساكن فيك، رمز 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 لينا، حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها، يظهرون من المدينة، المدينة اللي فوق الجبل مثل عشب الأرض. عشان كده يقول لك هي كأنها حاجة صغيرة جدا، يكونون اسمه، يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، يتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. ليه؟ لأن في حفنة بر على رؤوس الجبال. انتوا كويسين؟ انا عايز انزل اربع سلمات دول واجي جنب حضرتك واقول لك ايه اللي بيحصل في حياتك. اطلعي فوق خط الحياه وابتدي شرعي، ابتدي شرعي للبلد، ابتدي شرعي على النهضه، على الشرق، ابتدي شرعي على اولادك، ابتدي شرع على شغلك من فوق الجبل. ده مكان القضاء، الشريعه، التشريع يخرج من فين؟ في اخر الايام من جبل الرب تخرج الشريعه. ايه تقولي؟ ده بيتكلم عن جبل الرب موسى، وان الشريعه اعطيت في جبل موسى. صباح الخير، غلط. في كتب تفسير قايله كده، ده بيتكلم عن جبل الرب اللي في سينا اللي خرج، اللي اتحطت عليه الشريعه. صباح الخير هو اول حته في الايه بتقول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في اخر الايام، مش في موسى. في مفسرين أبطلوا كلمة الرب من أجل التقاليد. أنا آسف، دي مش غلطتكم أنتوا يعني، بس بقولها للزمن. في كتب تفسير أبطلت كلمة الرب وقالت لا دي مش لينا، علشان التقليد بيقول أنه مش معقولة الشريعة لسه بتخرج من جبل الرب. الشريعة ما خرجتش إلا من جبل الرب أيام موسى. فالآية اللي بتتكلم عن جبل الرب أيام موسى، برغم أن أشعيا بيزعق في آخر الأيام، وفي الاخر ايام لسه هيطلعوا شريعه جديده، لا ده بيطلع تشريع، بس هذا التشريع بيحول السيوف الى مناجل ويقضي للامم ويوقف الحروب. يكونش ده شغلنا خلال اخر السنه والايام اللي جايه؟ يكونش ده شغلنا؟ ويكونش ده المكان اللي حضرتك وحضرتك لازم تقف فيه؟ ويكونش ده نمط حياه؟ يكونش ده نمط حياه المفروض نحط نفسنا فيه؟ ببساطه انا مطلوب منك حاجه بسيطه جدا، ما تصليش من تحت. ومش بقول لك اطلع بمجهود، انهج زي ما موسى نهج عشان يطلع جبل موسى، لا ده عهد جديد، ده انت بتهدى وبتدرك مكانك في المسيح وبتطلع فيه في المسيح يسوع الى المكان اللي هو حطك فيه، اعده ليك في الروح، انك تبقى واقف فيه على رؤوس الجبال في مدينة الله الحي. قد أتيتم إلى مدينة الله السماوية، قد أتيتم، احنا متنا لسه ما متناش، احنا لسه في الجسد. قد أتيتم إلى مدينة سماوية. هو احنا هنا ولا في السماء؟ زي ما انت عايز، جسدك هنا، عايز يبقى روحك هنا كمان، ولا عايز روحك وانت جسدك هنا يبقى موجود فوق الجبل في السماويات. بسيطة، ده مش كلام وعظي، ده ديناميكية روحية، انت تحب ايه؟ فده إدراك كل مرة بتصلي، كل مرة بتقف، وفي الحتة في المدينة السماوية دي، ده فوق خط الحية، فوق خط الحية. مش معنى كده، برضو برجع أكرر، مش معنى كده أنك بتشوف، يعني خلي الحيات اللي بتتحرك على حياتك تكون سبب أنك تطلع لفوق، والنتيجة دايما أمم. اقلب معايا لحزقيال، أنا بقلب معاك حزقيال 43، حزقيال 43. حزقيال 43 من الإصحاحات اللي القصة كلها من 40 ل 48 قصة جميلة، لأنه بيوصف المدينة الموضوعة فوق جبل، وكلكم سمعتوني بقول مقاييس هذه المدينة اللي هتتبني في الأزمنة الأخيرة بحسب حزقيال. مفيش جبل يقدر واسع في قمته عشان يحتمل هذا الحجم من هذه المدينة. بتكلم عن مدينة روحية، بتكلم عن كنيسة الرب في العهد الجديد. فحزقيال من 40 ل 48 بيوصف الكنيسة، شئت أم أبيت.
ملوش دعوة باليهود، ملوش دعوة بجبل ولا مدينة هتتبني في الملك الألفي، ملوش دعوة بأي حاجة من القصص دي. مفيش جبل في الشرق الأوسط القمة بتاعته عريضة إلى هذا الحجم إن يتبني عليها هذه المقاييس اللي حزقيال بيوصفها من 40 ل 48، لأنه بيوصف هيكل وكان بيوصف مدينة وبيوصف أوصاف أسوار هذه المدينة. هذا الحجم مفيش على قمة جبل، هذا الحجم مش موجود في الشرق الأوسط كله، يمكن في العالم ما أعرفش، بس أنا عارف مش موجود في الشرق الأوسط. وبالتالي حزقيال بيوصف الكنيسة، هتكلم عن مجد رب اللي بيملى الهيكل. عدد خمسة من الأعداد اللي بحبها نقراها لأنه بحبه مش أي حاجة. حملني روح، حملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت. ما عرفش بتعمل إيه لما تقرأ آيات زي كده، بس أنا آيات زي كده بتثبتني. حملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت. سمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي. سلام. الآية دي ملهاش دعوة خالص باللي أنا بقوله، بس أنا بقولها لك، بديها لك هدية لو تحب تتأمل فيها في بيتك. حملاني روح أتى بي للدار الداخلية، مجد الرب ملا البيت، أنت بيته. سمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي. عدد 12. هذه سنة البيت، على رأس الجبل كل تخمه، كل حدوده حواليه قدس أقداس. هذه هي سنة البيت. في حتة بتقف فيها هي على رأس الجبل، ودي سنة. يعني ايه سنة؟ يعني ده المكان بتاعك، ده مش مكان لو تحب، ده أمر، ده المكان. البيت والهيكل والمدينة اللي بيحكي عنها حزقيال من 40 ل 48 هي صورة نبوية عن الكنيسة، ملهاش دعوة بأي حاجة تاني ولا بأي حاجة هتتبني في الملك الألفي. ده أنت. هذه هي سنة البيت، على رأس الجبل كل تخومه حواليه قدس أقداس. عشان كده هو فوق خط الحية، عشان كده لا يوجد وحش مفترس هناك. ليه؟ لأن قدس أقداس للرب، ده فوق خط الحية، ده المكان الروحي اللي عدوا ليك الرب. أنا جاي النهاردة قلبي بيأكلني، من فضلك ما تكملش بتصلي من تحت وبعدها تشتكي الحياة بتعمل ايه. من فضلك خلي الحياة تبقى السبب وقوفك في الحتة اللي فوق. خلي الحديث اللي بيجري في وسطينا نوصل للحتة دي. حديث اللي بيجري في وسطينا انتهى منه. الإبليس عمال بيعمل ايه؟ ويتملي حصاد، لأن حولوا السيوف إلى مناجل والرماح إلى مناجل. ليه؟ خلاص في حاجة بتتحول، في حاجة بتتغير. ميخا 4. أنا هختم لأن أنا ميخا في سفر اسمه ميخا 4. يكون في آخر الأيام. تصوروا أنه ميخا 4 أول ثلاث آيات هي بالضبط أشعياء 2، بالضبط هي أشعياء 2. بس اسمعها. يكون في آخر الأيام، نتكلم علينا، جبل بيت الرب، قد أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة الله أورشليم السماوية، قد أتيتم معروضة ليك من فضلك. أنا بكرر نفسي مش كده؟ عشان أقول لك من فضلك أرجوكي، ده مكان حقيقي اسمه مدينة سماوية، قد أتيت ليها. قاعد بتعمل إيه تحت لما يكون المكان ده معروض ليك all the time، طول الوقت؟ قد أتيت. بتصلي من فين؟ من أورشليم السماوية، من مدينة السماوية، ولا بتصلي من تحت؟ ما فيش حاجة تقدر توقفك. بالمناسبة إبليس ما قدرش يوقفك. مجنون كرة الجدرين جري ليسوع مش من يسوع.
جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، دايما موجود في رؤوس الجبال، في فاكرين كل آيات الأرضها في رؤوس الجبال، في رؤوس الجبال. وارتفع فوق التلال تجري إليه شعوب، تسير أمم كثيرة، يقولون هلما نصعد إلى جبل الرب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من هذا الجبل تخرج الشريعة. عدد ثلاثة، ده تقريبا نفس الآية بتاعت أشعياء 2، فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سكاكا ورماحهم مناجل، لا ترفع أم على أم سيف ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. هنط معاك حبة آيات لأن كلها في حاجات كثيرة في الحتة دي. عدد 11، قد اجتمعت عليك أمم كثيرة هم لا يعرفون أفكار الرب، قومي ودوسي يا بنت صهيون. عدد 13، أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، تسحقين شعوبا كثيرة، وحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض. عشان كده خدوها للملك الألف، بس قصة مش ملك الألف، قصة الكنيسة، قصة الكنيسة، قصة حضرتك والحضرتك لما تقف في مكان الحروب فيها ملهاش، يهتفون ويغنون أغنية جديدة فالرب يخرج كالجبار، بس يهتفون فوق الجبال على رؤوس الجبال. في حاجة بتحصل لما تتحرك من فوق الجبل. لما كان بطرس رايح الهيكل روحه واضح انها شغالة، هو ما كانوش بيجيبوا له يقولوا صلي لده وصلي لده، كان مجرد بيحطوا المرضى في السكة. ليه؟ لان بطرس متحرك في رؤوس الجبال، روحه متحركة، هو رايح يصلي، هو في حالة روحية، ولانه بطرس فوق الجبال الظل بيشفي. ايه رايك انك تبقى ماشي طبيعي بس روحك شغاله فوق الجبل فالظروف حواليك بتتحسم؟ ايه رايك تبقى ماشي طبيعي في شغلك وفي بيتك بس روحك فوق الجبل فالمؤامرات بتاعت الناس اللي حواليك فجاه بتفشل، بتلخبطوا، ما عرفوش يتصرفوا، بيتشلوا؟ ليه؟ لانك برغم انك ماشي طبيعي روحك فوق الجبال. ايه رايك تبقى ماشي روحك طبيعي فوق الجبال وبتصلي صلوات عاديه بس من فوق الجبل الصلوه اللي فوق الجبل بتخترق، بتصيب ابعد جدا من الصلوه اللي تحت الجبل حتى لو بتزق كل ايمانك وراها، فابسط صلوه بتاتي بنتيجه قويه. يسوع وهو معدي، فاكرين لما عدى وهو خارج من اورشليم راح يبات في بيت عنيا اول في اخر زياره ليه لاورشليم، فلقى الفاكرين التينه ماشي والتينه اللي فلعنها والتلاميذ عدوها له، يسوع بيقول لنا كلموا الجبال، كلموا لا فكره جميله كده، افكار جميله، يلا هم راجعين تاني يوم الصبح لقوا التينه يابست. بطرس قال له الحق الحق اللي انت قلته حصل. يسوع قال له ايه؟ ليكن لك ايمان الله، كل ما قلته ليه؟ من فوق الجبل، يسوع متحرك من فوق الجبل، كل ما قلت الجملة البسيطة لا أكل منك أحد فيما بعد لشجرة التينة حصلت. ليه؟ لأن من الجبل بتخرج إيه؟ التشريع، من الجبل بتخرج الشريعة، الكلمة البسيطة تأتي بنتائج سريعة جدا برغم أنها بسيطة جدا. بطرس قال له إلحق اللي انت قلته حصل، قال له ليكن لك ايمان بالله، لو قلت للجبل ولا تشك في قلبك بل تؤمن مهما قلت سيكون لك. في حاجة مختلفة خالص من الحياة التلقائية فوق الجبل، فوق خط الحية، أو الحياة الصراعية من تحت خط الحية اللي فيها بتصارع بتصارع بتصارع. احنا داخلين لزمن محتاجين نهتم بأمور أعلى جدا من نفسينا، داخلين لزمن محتاجين نحسم أمورنا الشخصية بسرعة وبسهولة، لأن في أمور أعظم وأعظم وأعظم معروضة لينا، وجاء الوقت انك تنفض من على نفسك كل حاجه التصقت بيك. زي ما فاكرين اي قصه بحبها قوي لما بولس نشبت فيه الحيه، فاكرين رماها في النار، يعني مش موضوع ابعدي من هنا، ولانه عمل كده يقول لك قولوا كل العيانين في جزيره مالطا وكل اللي حواليها عشان يصلي لهم عشان يخفوا. فجاه تحول انه طلع فوق خط الحيه، الموضوع بيتغير، بيستخدم، حول السيف الى ايه؟ الى منجل، حصل حصاد لان الحيه اللي جت نشبت عليه هو طلع فوقيها. ده نمط حياه، ده نمط حياه يجب ان يستمر في حياتنا، ونمط حياه يجب ان يكون بتتعامل بيه في ظروفك وفي شغلك وفي عيالك وفي فلوسك وكل حاجه من الحته دي، من فوق الجبل، من فوق الجبل، من فوق الجبل، لان من فوق الجبل بتخرج الشريعه.
في حاجات كتيرة محتاجين نشتغل فيها في الروح، فاحنا هنصلي حاجات كتيرة النهاردة، بس أذكرك 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 مش عشان الاجتماع، مش عشان أنت سامع لسه هذا الكلام، ده نمط حياة من رؤوس الجبال، حفنة بر بس بتطلع حاجات تتمايل على رؤوس الجبال. فالرب يقضي، رب يحكم، رب يسود، رب بيملك على كل الأمم بسبب حفنة بر على رؤوس الجبال. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.